السلام عليكم، ازيكم شباب؟ في الفيديو ده احنا هناخد تاني lecture في image processing، هنتكلم فيها عن ال basic concepts of image processing. تمام، خلال الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجتين، عن ال convolution وال Fourier transform، وهنشوف how to apply two operations على ال images، على 2D images يعني، ونشوف ال effect بتاع كل واحدة منهم بشكل عامل ازاي. To review، الاول ال convolution هو عبارة عن integral that express the amount of overlap of one function as it's shifted over another function. احنا convolution as an operation خدناها في signal processing يعني، انا بيبقى عندي two functions f و g. تمام، وانا كل اللي بنعمله ان احنا الاول احنا عايزين نشوف ال amount of overlap between the two functions. g الاول بنعمل لها shifting. تمام، وبعد كده بنبدأ نشفت one step ونبدأ نشوف ال two functions ال intersection بينهم او ال overlapping بينهم شكله عامل ازاي، وده اللي بيطلع لنا ال value بتاع convolution. يعني تعالوا نبص في ال example ده عشان الدنيا اوضح. لو دي هي ال function f ودي ال function g، طيب انا همشي ازاي؟ first step I will flip g، اوكي، وبعد كده همشي step by step. في ال step دي لو عملت convolution للاتنين، ال g وال f يعني مش بي intersectوا مع بعض خالص، فبالتالي ال value بتاعتهم zero. تمام، وبعد كده هعمل شيفتنج، which is the ايه the main operation اصلا في convolution. انا بعمل شيفتنج وبعدين بشوف النتيجه بتاعه الاوفرلابنج. فما عملت شيفتنج وان ستيب زي الامج دي، بقى في اوفرلابنج اريا بتوين الجي اند الاف. السميشن بتاع الاوفرلابنج ده هو اللي بيديني الفاليو بتاعه الاف كونفولفد وذ جي. ونفس الحكايه عملت انذر شيفتنج، فدلوقتي ده نتيجه الكونفوليوشن، السميشن بتاعه الاريا دي كلها. عملت شيفتنج كمان مره، فده كان الجزء الصغير. ما عملت شيفتنج خلاص، التو فانكشنز بقوا مش بينترسكتوا مع بعض، فبقى زيرو. فدي نتيجه ايه؟ نتيجه الكونفوليوشن. الكونفوليوشن از ا فلترنج اوبريشن، وده اللي احنا هنستخدمه في الايمج بروسيسنج. وي ويل كونفولف الايمج اللي هي بالنسبه لنا هتريبريزنت الاف وذ انذر فانكشن اللي هي بالنسبه لنا الفلتر، وهنشوف الايفكت بتاعها اللي هو الاف كونفولفد ايه والجي. از ان ايكويشن، دي الايكويشن بتاعه الكونفوليوشن. ال H هو ده بالنسبة لي G أو الفلتر، وال F دي هي ال image، ده discrete وده ايه ده continuous formula. احنا بما ان احنا عندنا ال images كلها بالنسبة لنا هي 2D، فاحنا هتبقى دي mainly ال equation اللي احنا بنشتغل عليها. ال H برضو هي دي الفلتر بتاعي، وال F هي ال function، وعندنا ان احنا بقينا بنغير في 2 directions، يعني مش في ال X بس ومش في ال Y بس، احنا بنغير في اتجاه ال X وال Y. فبنبدأ نشف ال H ونبدا نشوف الاوفرلابنج بينها وبين الاف، ونحسب سميشن للكلام ده، وعشان نقدر نطلع ايه نطلع النتيجه. خلينا نبص عليها باي اكزامبل عشان الدنيا تبقى واضحه. ليتس اسيوم ان ده الفلتر بتاعي، وبعدين دي الامج بتاعتي، وانا عايز اشوف الايفكت بتاع الكونفوليوشن ان انا بكونفولف الفلتر دي مع الصوره دي. انا بالنسبه لي واللي عايزاكم تعرفوه ان الكونفوليوشن هو عباره عن مالتيبليكيشن وسميشن. تمام، طب انا بملتبلاي ويتش بارت وبصم ويتش بارت، ده بيعتمد على الاوفرلابنج اللي بين الفلتر وبين الايمج. تمام، فعلى حسب الاوفرلابنج على حسب ما انا ايه ما الريزلت بتاعتي هتطلع. بس هي في الاخر الاوبريشن هي مالتيبليكيشن وسميشن، مش اكتر من كده. طيب انا الريزلت ايمج بتاعتي هتبقى ليها نفس السايز بتاع الانبوت ايمج. اوكي، طب تعالى نبدا نشوف بيكسل بيكسل او فاليو فاليو هتتغير فيها ازاي. ستيب 1، انا كاني بحط الفلتر فوق الصوره، بحط الفلتر فوق الصوره عشان احسب اشوف ايه الاوفرلابنج. وكل اللي بعمله ان انا بملتبلاي كل بيكسل او كل سيل في الفلتر مع السيل اللي قصادها في الايمج بتاعتي، وبعدين اعمل سميشن للاثنين مع بعض. فانا هنا السايز بتاع الفلتر بتاعي في 9 بيكسلز، يبقى انا في الاخر انا هملتبلاي 9 بيكسلز باي 9 بيكسلز واعمل سميشن ليهم هما الاثنين. ستيب 1 عشان احسب الفاليو، طب انا هحط الفلتر ده ازاي؟ او انهي بيكسل بالظبط اللي هتاخد الفاليو بتاعتي دي؟ انا هحط الفلتر، يعني خلونا نبص على الاكزامبل ده، انا عايز احسب الفاليو بتاعت البيكسل دي. تمام؟ اللي هي الفيرست بيكسل اللي موجوده في الامج بتاعتي، عايز اعرف النيو فاليو بتاعتها بعد ما اعمل كونفوليوشن بتوين الفلتر اند ذا امج. فانا اللي هعمله كاني عملت بليسنج للفلتر ده فوق الامج بتاعتي، بحيث ان البكسل دي تبقى في نص الفلتر بالظبط. فكاني بص عملت الفلتر ازاي، يعني كان الفلتر بقى بليس بالمنظر ده.
اوكي. بالنسبه لي البكسلز اللي فوق هي مين؟ هي عندي ال 1 والنيجاتيف 1 تمام، وفوق هنا عندي 1 و1 تاني اوكي. هما كأن انا كل فاليو من دول محطوطه فوق الفاليو التانيه اللي قصادها في الايمج بتاعتي. طيب والريزلت هتحسبيها ازاي؟ انا كل اللي هعمله ان كل بكسل في الايمج هضربها في البكسل اللي قصادها في الفلتر. فانا هنا عندي اللي على البوردرز دول موجودين، المفروض لحد تحت اللي على البوردرز دول موجودين كأنهم موجودين في الهوا، دول بره الصوره، فكأنهم هيحصل لهم مالتيبليكيشن باي ايه؟ باي زيرو تمام. طب واللي جوه دول، دول اللي هم الانترسكشن مع الصوره، ال 2 هضربها باي 2 4 1 باي 2 ادي 3 يبقى كده 7 نيجاتيف 1 باي نيجاتيف باي 2 ناقص 2 بقى 5، 1 في 1 بقى ايه؟ بقى 6 تمام. فادي اهو كاني حطيت الفلتر. بصوا اللي انا عملته ايه، انا عملت بليسنج للفلتر فوق الامج بالظبط. كل اللي عملته ان انا عملت مالتيبليكيشن، فالانترسكشن اللي بين الفلتر وبين الامج ضربت التو فاليوز في بعض، ضربت التو فاليوز بتاعتي ببعض، وبعدين عملت لهم سميشن عشان يطلعوا لي ايه، يطلعوا لي الفاليو النهائيه اللي موجوده عندي. فالكونفوليوشن بتاعتي طلعت ايه؟ طلعت 5 نيجاتيف 2 و 2 طاروا مع بعض، و 1 و 4 بقوا ايه؟ بقوا 5 تمام. طب انا هعمل ايه تاني كده؟ انا جبت اول فاليو بس في الامج، اللي هعمله ايه؟ انا هشفت، هي البيزك الكونفوليوشن، انا بشفت وبشوف اوفرلابنج. فانا هنا اي ويل شفت الفلتر ده 1 ستيب، 1 ستيب في الاتجاه ده تمام؟ جاست 1 بكسل. طب وهتبقى بحسب انهي بكسل ساعتها؟ تعالوا نبص في بقيه الاكزامبل. ادي هو الفلتر وادي الامج. ساعتها انا بحسب ايه؟ انا دايما بحسب البكسل اللي في نص الفلتر بالظبط، يعني الفاليو بتبقى بتاعه البكسل اللي في نص الفلتر. فكان الفلتر بتاعي بقى موجود فوق دي بالمنظر ده، التو فاليوز كل فاليو واللي قصادها. طب هعمل ايه؟ مالتيبليكيشن اند سمشن. فانا هملتبلاي الانترسكشن، الحاجات الانترسكتد مع بعض دي المالتيبليكيشن بتاعتها، والفاليو اللي في النص هي اللي هتتغير، هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها السمشن بتاعها. وهكذا هفضل اشفت، اشفت 1 ستيب، واخلي كل بكسل في الايمج هي اللي في السنتر بتاعه الفلتر، املتبلاي وصم، وتبقى دي النيو فاليو. طيب عشان انا في سؤال بساله دايما في الموضوع ده، هل انا بشتغل على الاوريجينال ايمج ولا على الكونفولفد ايمج في كل ستيب في الشيفتنج؟ انا بشتغل على الاوريجينال ايمج، بمعنى اي فاليو انا حسبتها في الكونفولفد ايمج مش هتدخل معايا في حساب اي بكسل من بقيه البكسلز دلوقتي. انا كل اللي بعمله ان انا بشفت الفلتر على الايمج وبحسب الاوفرلابنج وبحطه في نيو ايمج، نيو ايمج دي الريزلت بتاعتي، مش هتدخل في اي حسابات عندي في النص. تعالوا نكمل نشوف انذر ستيب تمام. اهو عملت شيفتنج كمان مره، المره دي انهي بكسل اللي هتتغير؟ البكسل دي اللي هي السنتر اوف ذا ايه، اوف ذا فلتر تمام، ودي الفاليو بتاعتها، وهكذا هنفضل ماشيين بالمنظر ده. اخر حاجه دي، انا عملت شيفتنج الفلتر كله خرج ما عدا الفور بكسلز بتوعي دول تمام. ودي برضو الفاليو بتاعت رابع كده. انا خلصت 1 رو من الايه، من النيو ايمج اللي انا قاعده بحسبها تمام. طيب وبعدين هنزل 1 ستيب داون، 1 ستيب داون، وابدا من بدايه الصوره. يعني انا هنزل 1 ستيب داون وهبدا من الاول هنا، يبقى البكسل دي بتاعتي هي اللي هتبقى ايه؟ هي اللي هتبقى في النص، همشيها برضو ستيب باي ستيب بالمنظر. نزلت 1 ستيب داون، بقت دي هي اللي انترسكت مع دي ودي اللي بره تمام، وطلعت لي الفاليو، وهكذا هفضل ماشيه بقى ايه بالترتيب ده. طب والستاب اللي بعديها الفلتر بقى في الستاب اللي بعديها اللي عند البكسل دي هيبقى مكانه كله جوه الصوره، يعني الفلتر هيبقى موجود في الحته دي كلها، فكاني مفيش جزء هضربه مع زيرو، مفيش جزء هضربه مع زيرو، لان الفلتر كله هيتضرب في الامج كلها ايه اللي موجود فيها. وافضل ماشيه بنفس الايه، بنفس المنطق بالظبط، بشفت الفلتر وملتبلايت مع الامج واخد ان الريزلت طلع. فالاوتبوت اللي طالع ده، ده نتيجه ايه؟ نتيجه الكونفوليوشن تمام. سوري، ده نتيجه الكونفوليوشن بتاعتي. طيب تعالوا نبص على الايفكت بتاع مجموعه من الفلترز على الايمجز، وتعالوا بريدكت ايه اللي هيعمل، ايه اللي هيحصل فيه لو انا عملت كونفولف للفلتر ده على الايمج دي. ده ودي الانبوت ايمج بتاعتي، الصوره بتاعت الكاميرا مان، وده الفلتر بتاعي اللي انا عايزه اعمله كونفوليوشن. تعالوا نتخيل ايه اللي هيحصل في الصوره دي.
الفلتر ده بيعمل ايه؟ هو بيمالتبلاي، لو انا عندي تحتيه صوره هو بيمالتبلاي كل فاليو بواحد يعني، وبعدين لو هجمع كأن انا بجمع كل الفاليوز اللي في ويندو معينه، بجمع الفاليوز بتاعتها قد ايه. طب وما بعد كده اما اجي اقسمهم باي 9، كأن انا بعمل لهم افريجنج، كأني بعمل افريجنج للويندو بتاعتي. انا بجمع كل الفاليوز اللي موجوده وزن الويندو دي واقسمهم على عددهم، فانا كده كأني بعمل ايه، بعمل افريجنج. طب تفتكروا نتيجه الافريجنج بالنسبه لي هتبقى ايه لو عملت كونفوليوشن؟ تعالوا نبص كده، دي الاوتبوت ايمج بتاعتي. انا حسيت ايه الفرق بين الايمج دي والايمج دي؟ دي بقت مور بلورد، حصل فيها بلورنج زياده. ليه حصل بلورنج؟ الافريجنج فلتر بالذات بقى لو حجمه كمان وسع شويه، وهنشوف اكزامبلز تانية قدام مع بعض، كل اللي بيعمله هو بيعمل افريجنج للويندو كلها، هو بيحط البكسل فاليو هي الافريج بتاعت الويندو كلها. فبالتالي لو في ديفرنس في الكالر كبير في الويندو دي انا بضيعه، يعني كاني ايه، عارفين هي فكره الفلورين كده، كاني بسيح الالوان على بعض، يعني ايه ما بقتش الحاجه شارب قوي، لان انا بقت كل بيكسل هي عباره عن الافرج بتاع كل اللي حواليه. الافرجنج فلتر هو بيستخدم في حاجه ليها علاقه بالنويز ريدكشن او السموذنج بتاع الايمج، وده هناخده اللكتشر اللي جايه. بس ستيل هو ليه افكت زي ما احنا شايفين، ان السايز بتاع الافرجنج ده كل ما زاد كل ما حصل فلورنج اكتر في الصوره. انتوا شايفين الخط الاسود اللي على البوردر بتاع الصوره ده هو ليه ظهر مع انه ما كانش موجود في الاوريجينال؟ هو ظهر البوردر ده هنا لان انا كاني اي ام اجنورينج كل البيكسلز اللي على البوردر. لو انتوا شايفين في الاكزامبل اللي فات احنا كنا بن ايه بن بناخد ان احنا بنحسب كل البيكسلز على البوردر، وبيبقى فيه بارت من الفلتر بره الصوره اللي بنضربه في زيرو. يو كان اجنور اصلا البوردر، هو في الاخر 1 بيكسل ويدث يعني على حسب حجم الفلتر، وتبدا من الايه من جوه الايمج بالظبط، وكل حاجه بره الصوره تحطها بزيرو. فهو ده اكشلي اللي حصل، وده اللي خلى ايه، وده اللي خلى البوردر بتاعي هنا زيرو. طيب تعالوا نبص على نظر ثانيه بالفلتر. شايفين الفلتر ده، الفلتر ده بيعمل ايه؟ الفلتر ده بيضرب كل بيكسل في اللي قصادها ب 1 وبيجمعهم، وبعدين ما عدا البيكسل اللي في النص بيضربها في نيجاتيف 8 وبيطرحها منهم كلهم. اوكي تعالوا نبص على الايفكت بتاعه، هيبان اكتر في محاضره الايدج ديتكشن. الايفكت بتاع البكسل ده بالمنظر ده، هو عمل حاجه اسمها ايه، ايدج ديتكشن للايمج. ده يعتبر وان اوف ذا ايدج ديتكشن فلتر. طول ما احنا ماشيين اتس اول اباوت كونفوليوشن، يعني احنا كل طول ما احنا ماشيين هنغير الفلترز ونشوف الايفكت بتاع الفلتر على الصوره. طول ما احنا ماشيين هنقول كونفوليوشن. كونفوليوشن هي البيزك اوبريشن في حاجات كتير جدا في الايمج بروسيسنج، حتى في الكونفوليوشن النيورال نتورك اتس بيزك اوبريشن هي الموجوده. فعشان كده نبقى فاهمين كونفوليوشن يعني ايه، شيفتنج مالتيبليكيشن سميشن. كده انا عملت كونفوليوشن. فده الايفكت بتاع الفلتر ده عندي، ان هو بيعمل ايدج ديتكشن. اتس فيري لوجيكال ان انت البكسل اللي بين تو ارياز، واحده دورك وواحده وايت مثلا، لو جيت حسبت الافرج بتاعها بالمنظر ده هيديك فاليو كبيره قوي، لان الاريا بتاعتك مش سموث، مش كلها نفس الكالر. هو الطبيعي لو انت الويندو اللي انت بتبص عليها حاجه زي الويندو دي مثلا، تعالوا نتخيلها مع بعض، الويندو دي الناحيه الثانيه هنا، طبعا هي شفتد هنا سوري، في الناحيه الثانيه هنا هي لونها اسود خالص. ليه كل البكسلز اللي في الويندو دي هي اللي زيها الناحيه الثانيه برده هنا اهي، دي اهي. ليه البكسلز في كل دي زيرو؟ لان انا لو عملت نفس الاوبريشن دي، انا جمعت كل الفاليوز المجموعه موجوده وطرحتها من الفاليو اللي في النص وضربتها في 8، لو هما كلهم نفس الكالر الاوتبوت هيبقى بزيرو، فطبيعي انها تبقى تو بي فيري دارك. فيعني هي اصلا دارك بالمنظر ده عشان معناها ان الريجن دي ما فيهاش اي تشينجز. ولو انتوا فاكرين المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الايدج فاليو، هي بتديتكت الديفرنس اوف كالر، الديفرنس اوف كالر من بين بكسل للثانيه. فالماسك ده او الفلتر ده كل اللي بيعمله ان هو بيديتكت الايدجز عن طريق انه بيحسب الديفرنس اوف كالر تشينج وذن ذا سيم ويندو. طب تعالوا نبص كده برضو على الاكزامبل ده. الاكزامبل ده هيعمل ايه؟ هو بيمسك ويندو بيحط يضرب كل بيكسل بزيرو ما عدا البيكسل في النص تبقى بواحد، فالاوتبوت بتاعها هيبقى ايه؟ It will be the same image. هو ما عملش اي حاجه، هو نقل كل بيكسل زي ما هي وصفر كل اللي حواليها، فكانه ضرب الفاليو دي في نفسها. It will be the same pixel. طب ده الفلتر ده هيعمل ايه؟ الفلتر ده
will put the value of each pixel equal to the pixel اللي جنبها على طول in her on its right. يعني هو كل بيكسل هتاخد الفاليو بتاعت البيكسل اللي عليه منها، مش ده اللي الفلتر هيعمله؟ فالإفكت بتاعه ايه؟ الإفكت بتاعه ان الصورة بتاعتي كأنها يحصل لها شيفتنج سن على اليمين. I need you to try اصلا الفلتر ده عندكم، يعني اما نيجي ناخد البتاع اللاب بتاع الكونفليوشن جربوا الليست اوف فلترز دي وشوفوا الإفكت بتاعتها وغيروا السايز بتاع الفلتر عشان تحسوا بالإفكت بجد. تمام، ده الافرج فلتر زي ما اتفقنا، وده الايفكت بتاعه قلنا ان هو يعمل ايه، الصوره will be more blurred عشان انا كاني سيحت الالوان اللي within the same window مع بعض. كده احنا خلصنا the first basic operation which is convolution. the second basic operation عندي اللي هي الفورير ترانسفورم. الفورير ترانسفورم as a concept هو المفروض بيقول ان اي سيجنال موجوده can be represented as a weighted sum of sinusoidal. دي اصلا يعني ده اصلا الديفينيشن بتاع الفورير ترانسفورم، ان اي سيجنال مهما كانت معقده هي عباره عن مجموعه ساينوسويد موجوده بس فويتد سم، يعني واحده مضروبه في فاكتور اكتر من الثانيه، ولو جمعناهم مع بعض وي كان كرييت ذيس سيجنال. تمام، ده الفكره اصلا بتاعت الفورير ترانسفورم. يعني تعالوا نبص برضو، دي السيجنال هي عباره عن بيزك ساين اكس بلس 1 over 3 sin 3x، هي sin wave وsin wave بس واحدة مضروبة في factor والx هنا 3x والتانية sin wave عادية، ولو جمعناهم ببعض وصلني ايه؟ وصلني للcomplicated signal اللي هي دي. تمام، الفورير ترانسفورم بتاع أي signal أي sin wave هو عبارة عن دلتا function. موجودة فين الدلتا دي؟ هي بعيدة عن الزيرو بحجم الفريكونسي بتاعها، فهي لو كانت الفريكونسي عالية قوي المفروض ان الدلتا دي تبقى بعيده قوي، لو كانت الفريكوينسي ابطا الدلتا دي تبقى بتقرب ايه، بتابروتش الزيرو. تمام، هي المفروض ان انا عندي تو دلتاز، واحده في النيجاتيف وواحده في البوزيتيف. يعني طب والطول بتاع الدلتا ده الامبليتيود بتاعها زي ما الثانيه كنا ضاربين 1 اوفر 3 الفاكتور اللي مضروب في السيجنال. فاي سيجنال موجوده لو عملنا الفورير ترانسفورم بتاعها هيبقى عباره عن مجموعه من دلتاز الموجوده بالمنطق. تمام، الفورير ترانسفورم هو مهم جدا في الامج بروسيسنج. اتس يوز تو ديكمبوز ان ايمج تو اتس ساين اند كوساين كومبوننت. طب انا استفدت ايه من الموضوع ده؟ خلينا نقول بس الاول ان فورير ترانسفورم بيكونفرت الامج فروم حاجه اسمها سبيشال دومين لحاجه اسمها فريكوينسي دومين. كل بوينت موجوده في الفورير ترانسفورم ايمج بتاعتي او في الفورير دومين بتاع الايمج بي ريبريزنت ا بارتيكولر فريكوينسي موجوده في السبيشال دومين ايمج. يعني في فريكوينسي موجوده في السبيشال دومين ايمج انا بشوفها في الايه، في الفورير ترانسفورم. طب دي از ان ايكويشن ازاي اصلا بيحسب الفورير ترانسفورم. ادي عنده اللي هي الفانكشن الاساسيه برضو، وعنده الاي دي بتريبريزنت السيجنلز اللي هو بيبص عليها وتغييرها، وبيقعد برضو يضرب ويجمع ويبدا يحسب ايه الفورير فانكشن بتاعتي. طيب الانفرس فورير ترانسفورم العكس، انا لو اديتك الدلتا دي هتعرف تكونستراكت ايه، هتعرف تكونستراكت الايه المين ايمج بتاعتي، لما تعرف ايه هي الفريكوينسيز اللي موجوده وموجوده على بعد قد ايه فتقدر تجيب البيزك سيجنالز، ولو جمعتهم على بعض يو كان كرييت ايه السيجنال الاساسي. تعالوا بقى عشان الحته دي مهمه جدا ان احنا نتخيل يعني ايه فورير ترانسفورم في الايمج اصلا. طب احنا بنتكلم في الساين والكوساين في السيجنالز العاديه، لكن ايه في الايمج اصلا معناه ايه؟ تعالوا قبل ما نشوف اي حاجه تعالوا نتخيل مع بعض الايمج دي. انا عايزاك كده تتخيل معايا الايمج دي انت تقدر توصفها ازاي. بصوا الايمج دي كانها دي اسود قوي، وبعدين في ديجريدي اوف كلر من الاسود للجراي للجراي لحد الوايت، وبعدين تلاقي في كاني ديجريديشن من الوايت انت نازل جراي 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 لحد البلاك اند سو اون، مش هو ده المفروض؟ فتعالوا نتخيلها كده از ساينوسويدال ويف، تعالوا نبص عليها كده. انا بادئه من البلاك مبدئيا، انا لو حبيت ارسمها هرسمها كده، ده الدايجونال بتاعي. فانا بادئه من هنا من البلاك، وبعدين احنا متفقين البلاك ده زيرو والوايت يعني 1، وبعدين في عندي شويه جراي ليفلز ماشيه بالمنظر ده بتخليني اطلع 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 لحد ما اوصل لبيك which is ال1، وبعدين ارجع انزل تاني 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 لحد الاسود
واقعد في الاسود شويه وبعدين ارجع اطلع تاني 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 and so on. كاني ماشيه ايه، كاني ماشيه بالمنظر ده، مش هي عامله زي الساين ويف؟ انا بطلع وبعدين انزل تاني وبعدين اطلع وبعدين انزل تاني وبعدين اطلع وبعدين انزل تاني. It's a sinusoidal wave. It's a sine wave. طب الساين ويف احنا قلنا ان اي ساين ويف في الفوريير ترانسفورم هي عباره عن تو بوينتس او تو كومبوننتس اللي هي الدلتا بتاعتها اهي. باي ذا واي از ا فريكوينسي دومين دي كلها بتبقى سودا، والنقطتين دول هما اللي لونهم ابيض، بس احنا هنا ايه يعني احنا عكسينهم عشان يعني تشوفهم احسن. يعني التو بوينتس دول هما التو دلتا بتوع الساين ويف دي. طب هما قريبين من بعض او لبعاد عن بعض على اساس ايه؟ على اساس الفريكوينسي بتاعت السيجنال. سيجنال هنا الفريكوينسي بتاعتها افريج، فبالتالي هم بعاد عن بعض شويه. طب تعالوا نبص على السيجنال دي. طب هو ليه مرسومين كده؟ عشان الاورينتيشن بتاعت السيجنال كده. يعني ليه مرسومين على الدايجونال ده؟ الاورينتيشن بتاع السيجنال بتاعتي كده. لو هي كانت بالمنظر ده يعني كانت مرسومه كده، كنا هنلاقي التو كومبوننتس بتاعتي واحده هنا وواحده هنا، كان هيبقى بالشكل العادي جدا. لكن هنا هي مرسومه از دايجونال، فبالتالي التو كومبوننتس بتاعهم طالعين على دايجونال. طب هنا السيجنال دي نفس الفكره بالظبط، اهي اسود وطالع على ابيض، واسود وطالع ودي، واسود وطالع ودي. طب ليه هنا التو كومبوننتس بعدوا عن بعض قوي؟ عشان الفريكوينسي هنا عاليه جدا، فالفريكوينسي عاليه فمعناها ان يعني الكومبوننتس بتاعتي بعيده. طب هنا بصوا الفريكوينسي قلت جدا، بصوا انا شايفه ترانزيشنز كاني شايفه البكسل من ابيض لرمادي لاسود، ومن اسود لرمادي لابيض، وريت انا بعيني كبني ادمه شايفه حاسه ان الويف هاديه. فبالتالي التو كومبوننتس قريبين قوي من بعض، لو فريكوينسي، الفريكوينسي بتاعتهم مش عاليه. طب ايه السيجنال بقى الملخبطه دي؟ هي الاديشن بتاع الثلاثه، اي ادد السيجنال الاولانيه زائد السيجنال الثانيه زائد السيجنال الثالثه، فطلعت الايمج دي. فبالتالي الفورير ترانسفورم بتاعها هيبقى عباره عن الفورير ترانسفورم بتاع اول واحده زائد الفورير ترانسفورم بتاع تاني واحده زائد الفورير ترانسفورم بتاع تالت واحده. ما هو ده البيزك كونسبت بتاع الفورير ترانسفورم، ان احنا وي كان ريبريزنت اي سيجنال، اي كومبلكس سيجنال از ا سميشن اوف ا سيت اوف ساينوسويدل بيزك ساين او كوساين ويفز. ما هي ده اللي عملته، دي البيزكس. اما جمعتهم على بعض انا طلعت كومبليكيتد ايمج. كومبليكيتد ايمج الفوريير ترانسفورم بتاعها هو مجموعه كومبوننتس اللي موجوده فيها، which is true. طيب الفوريير ترانسفورم بتاع ايمج بيحول الستريت فورمد انفورميشن اللي احنا شايفينها بعيننا واز هيومن نقدر نشوفها ونفهمها اللي هي في السبيشال دومين، بنحولها لسكرامبلد فورم في الفريكوينسي دومين، حاجه بالنسبه لنا مش واضحه قوي بتاع. طب احنا الكلام ده هينفعنا في ايه؟ يعني تعالوا بصوا كده، دي صوره هي البنت بالطاقيه دي ده الفوريير ترانسفورم بتاعها. ايوه اهلا وسهلا. انا استفدت ايه بقى؟ يعني انا كنت هنا شايفه الديتيلز بتاعت الصوره بس اكشلي هنا انا مش فاهمه حاجه. هو مبدئيا اي كان سي ان في لو فريكوينسيز كتيره موجوده وليتل هاي فريكوينسيز موجوده في الامج، بس ايوه استفدت منهم ايه بقى؟ تعالوا نبص ليه اصلا انا ممكن استخدم الديسكريت فورير ترانسفورم. اول حاجه ان في الصور الانكريزنج فريكوينسيز ار از اسوشيتد وذ مور ابروبت ترانزيشن في البرايتنس او الكلر. يعني لو في فروق كبيره قوي في الالوان جوه الصوره هنلاقيها بتريبريزنت هاي فريكوينسيز نوت لو فريكوينسيز. طب I can use it عشان اديتكت ايه؟ I can use it to detect the ages of the image. ال high frequencies will reflect ال changes in color. ال changes in color بت represent the ages. ماشي؟ طيب حاجة تانية ال noise نفسها، لو الصورة is very noisy ال noise نفسها بتبقى موجودة في ال high end of the spectrum. تمام؟ هي موجودة برضو في ال high frequencies. So I can use ال Fourier transform to for noise reduction. لو انا شلت الفيري هاي فريكوينسيز الويرد هاي فريكوينسيز اللي موجوده اي كان ريديوس النويز اللي موجوده في الامج. فور ايمج كومبريشن اللو فريكوينسيز بترفلكت مور ديتيلز، الهاي فريكوينسيز زي ما اتفقنا حاجات اي كان اجنور ات، بس انا ممكن استخدمها في الايمج كومبريشن عشان اعرف ويتش فريكوينسيز تو كيب وايه الحاجات الثانيه اللي ممكن ايه اعينها. يعني الكونفوليوشن احنا اتفقنا ان هي فاندمنتال ايمج بروسيسنج اوبريشن، it's a fundamental image processing operation بس it can be done في الفورير ترانسفورم اسرع بكتير من
يعني في الفريكوانسي دومين ات كان بي دون اسرع بكتير من السبيشال دومين زي ما هنشوف كمان شويه. لان الكونفوليوشن لو عملنا لو انا عندي اف كونفولفد باي جي وعملنا الفوريير ترانسفورم الاثنين كاني اي ملتيبلايد اف باي جي، فانا حولت الفوريير الكونفوليوشن اللي هو ملتيبليكيشن وسميشن ملتيبليكيشن وسميشن تو دايركت ملتيبليكيشن، فبالتالي هي اسرع بكتير في الفوريير ترانسفورم. ذات واي دي ريزنز اللي انا ممكن ليه احب اشتغل في الفريكوانسي دومين. تعالوا نبص كده، لو دي الانبوت ايمجز هنشوف هاو تو يوز الفريكوانسي دومين فور فلترنج. لو دي الانبوت ايمج بتاعتي زي الكاميرا مان ايمج وانا في السبيشال دومين، فانا جبت عملت لها فوريير ترانسفورم ديسكريت فوريير ترانسفورم، فدي طلعت صورتها في الفريكوانسي دومين which is مش فاهمه منها اي حاجه. لو انا عملت حاجه اسمها لو باس فلتر، لو باس فلتر ايه؟ بصوا دي شاشه كلها بلاك وفيها سكوير واحد لون وايت. اف اي ملتبلايد الاثنين دول من بعض ايه اللي هيحصل؟ كاني بعمل باسنج للو فريكوينسيز اند اجنورنج الهاي فريكوينسيز. انا هضرب كل الهاي فريكوينسيز والزيرو ما عدا البورت ده بس من اللو فريكوينسيز اللي يهمني فاخدته. باي ذا واي اتس ا كونفوليوشن، ان انا ضربت الفلتر ده في الاف دي انا اي كونفولفد الفلتر ده اللي هو لو باس فلتر مع الايمج عن طريق ان انا عملت دايركت ملتيبليكيشن. طب الاوتبوت اللي هيطلع ده انا هعمل فيه ايه؟ لو عملت انفرس فورير ترانسبورت دي الاوتبوت ايمج اللي طلع ذا سيم ايمج بس ا ليتل بلوري، فهي which is يعني تابيكال ان انا عملت افريجنج او عملت لو باس فلتر من الافريجنج ذا لو باس فلتر. تمام. طيب فا اي ديد الكونفوليوشن ان وان ستيب عن طريق ان انا عملت ايه؟ ضربت الاثنين دول في بعض. تشينجينج ذا سايز اوف ذا فلتر ويل افكت الاوتبوت اللي هيطلع. يعني لو انا كانت الفلتر بتاعي لو باس فلتر 61 باي 61 دي كانت الايمج، لو كان 81 باي 81 انا كبرت ده الايفكت بتاع كبير السايز ده معناه ان انا اي ويل باس مور فريكوينسيز تو ذا ايمج. مور فريكوينسيز مين مور ديتيلز، فبالتالي الصوره بتاعتي بصوا بقت a little sharp. لو انا خليت 121 في 121 انا بالتالي الصوره بتاعتي بقت ايه؟ مور كلير. ف changing the size of the low pass filter will change the output اللي طالع ده عن طريق ان الصوره بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى واضحه اكتر. نفس الفكره اهو، لو احنا جينا عملنا الفورير ترانسفورم بتاع الافرج فلتر هو تقريبا لو باس فلتر ابيض من نص في شويه جراي بس استيل ابيض من نص ومعظمه اسود، فهو ده اللي هيطلع لي نفس النتيجه. طب لو جيت عملت الفورير ترانسفورم بتاع ده، ده هاي باس فلتر. يعني ايه هاي باس فلتر؟ اللي هو بتاع الايدج ديتكشن، هو اسود من النص وابيض من الناحيه الثانيه. مش انا قلت لكم من شويه ان الايدجز او الابرابت تشينج في الكالر بين البكسلز بيبقى موجود في الهاي فريكوينسيز، وانا في الايدجز اي ام ديتكتنج ذا هاي فريكوينسي. فانا لو عملت هاي باس فلتر ان انا شلت اللي في النص اللي هو اللو فريكوينسيز which represents the details of the image and I kept البوردرز اللي هي بتريبريزنت الهاي فريكوينسيز انا اي كان جيت ايه الايدج ايمج بتاعتي. تمام. طيب لحد هنا انا كده خلصنا البيزك اوبريشنز بتاعت الايمج بروسيسنج، الكونفوليوشن والفورير ترانسفورم، دول تو بيزك اوبريشنز هنستخدمهم في حاجات كتير واحنا ماشيين. الكونفوليوشن زي ما اتفقنا اي هاف تو فانكشنز، فانكشن 1 اللي هي ال2 دي ايمج بتاعتي اند فانكشن 2 هو اللينير فلتر في اللي انا عايزه او الفلتر ان جنرال اللي انا عايزه اعمله ابلاينج على الصوره بتاعتي. اللي انا بعمله ان انا الكونفوليوشن في الايمج بروسيسنج هي ملتيبليكيشن اند سبميشن، اي ويل بوت ذا فلتر على الايمج وهملتبلاي كل الكومبوننتس اللي قصاد بعض مع بعض واجمعهم يبقى دي الفاليو بتاعه البكسل اللي في نص الفلتر. تمام. then I will shift الفلتر او اعمل انا ما بحبش اسميها شيفت اكتر منها سكاننج، I will scan the image with the filter في كل الدايركشنز وافضل احسب الفاليو بتاعت كل بكسل واحده واحده. دي بتبقى كده convolved image multiplication and summation. وشفنا الايفكت بتاع different filters على الصوره وازاي بيأفكت الاوتبوت يعني. بعدين خدنا تاني basic operation which is the Fourier transform وشفنا ازاي نحس بالامج as a signal وازاي هي ليها فورير ترانسفورم او يعني وشفناها في الفريكوينسي دومين وازاي ان البيزك سيجنالز برضو اللي موجوده في الايمج هي اللي بتكونستراكت الكومبليكيتد سيجنالز اللي موجوده اللي هي بتريبريزنت الايمج بتاعتي. وشفنا الايفكت بتاع ليه انا بروح اصلا للفريكوينسي دومين، ليه بعمل فورير ترانسفورم سواء عشان اديتكت الايدجز او اديتكت اعمل نويز ريموفل في الايمج كومبريشن وبرضو عشان الكونفوليوشن تبقى مور ايزي اوبريشن في الفريكوانسي دومين عن الايه عن السبيشال دومين. بتمنى الدنيا كده تكون واضحه. في الفيديو الجاي هندخل شويه على الايمج
pre-processing step. Thank you.